انقاذ المجموعه، ولكن اراد تسلل من انخلي من بدا يتسلل الى مقدمه هذا الشوط بالشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن هزي من بسافري متابعا لهذا الانطلاق. الاسد ياتي ايضا وينطلق بالصداره بالشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم خليفه بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقه الاسد نسير مع المركز الثالث كي ارى ام غامر ياتي ثالثا بالشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ومتابعه الخطير احمد بن سلطان بن رشيد نتابع المركز الرابع والتقدم والتسلل المناسب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد في عمليه تضميره وتدريبه بنبذ انطلقنا مع المركز الخامس بأر القدوم من شاهين التابع لهجر العاصفه وانطلاقه غياث الهلالي ومع المركز السادس متعب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم عبد الله بن ثعيلب بن حمد الهايري متابع لانطلاقه متعب والقدوم مع المركز السابع اردت تسلل في هذه اللحظات نتابع رياض معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد ومتابعة مختار بن أحمد في عملية التضمير والتدريب ومع المركز الثامن رهني انخلي ياتي ثامنا بشعار أيضا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عملية التضمير عند علي بن هزي من مسافري ومن الجانب الآخر مع المركز التاسع وصل نتابع بشيء من يتسلل مع المركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم عتيج بن سالم بن عرطي الحميري في عملية التضمير والمتابعة وكفو ينطلق مع المركز العاشر لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد ومتابعة مختار بن أحمد في عملية التضمير والمتابعة هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط والأسد بدأ ينفرد بدأ يغادر بدأ في الانطلاق المبكر على مقدمة هذا الشوط بالشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم ومتابعة خليفة بن سلطان بن رشيد من يعلن انطلاقة الأسد مباعد المسافة ينفرد بناموس هذا الشوط لوحة الإعلان غادر 1200 ما تبقى عن خط النهاية والصدارة مع الأسد ولكن شاهين قادم بكل قوة مع المركز الثاني أيضا ومع المركز الثالث شاهين بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي من يعلن الانطلاق من يعلن الاندفاع أيضا بهذا التحدي المثير ومع المركز الرابع مناسب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة أحمد بن سلطان بن رشيد واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة العد التنازلي لمجريات هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير والأسد ينفرد بناموس هذا الشوط بدون أي تعليمات عصا قوس حتى هذه اللحظات اندفاع تلقائي يقدمه الأسد بهذا التحدي وبهذا الشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة خليفة بن سلطان بن رشيد حيث أنه بدأ يباعد المسافة تهانينا من هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم على هذا التقدم المثير وعلى هذا العرض الرائع اللي قدمه الأسد في هذا الانطلاق المثير ولحظات الوصول إلى خط النهاية تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم والتهاني لخليفة بن سلطان بن رشيد بينما اللي وصل مع المركز الثاني شاهين من هجن العاصفة المركز الثالث ياتي أيضا شاهين من هجن العاصفة ومع المركز الرابع
شاهين مع المركز الرابع أيضا يأتي بشعار هجن العاصفة والبقية بن حيل الأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الأسد إلى خط النهاية. يأتي بتوقيت زمني مقدار 6:03:08 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان براد المكتوم والثاني لخليفة بن سلطان بن رشيد. بينما اللي وصل مع المركز الثاني يأتي شاهين بشعار هجن العاصفة 6:06:06 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لغياث الهلالي. بينما اللي وصل مع المركز الثالث شاهين وياتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات وصوله الى خط النهايه 6:10:09 من الثانيه. تهانينا لهجن العاصفه والتهاني لغياث الهلالي. تهانينا للجميع والناموس. مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل شكرا للزملاء على التواصل. وها هي الانطلاقة لشوطنا الثالث عشر في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم، وشوطنا الثالث عشر الخاص باللقاية البكار المحليات الأصايل هنا من هجنة أصحاب